السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهاد أبو القمصان تعلن عن عودة شيرين لحسام حبيب. اللي بيشيل قربة مخرومة بإيه؟ بتنزل على دماغه. علقت المحامية نهاد أبو القمصان على عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى الفنان حسام حبيب من جديد، وقالت نهاد في فيديو لها عبر صفحتها على فيسبوك بتقولوا لشيرين رجعت لحسام وانتم مستغربين ليه؟ شيرين ضحية عنف من كل الأطراف، بداية من حسام اللي بيستغلها وبياخد فلوسها، وده بنسميه عنف اقتصادي. أما أهلها هل احتووها وطبطبوا عليها؟ لا طبعا، ضربوها وودوها مستشفى، واللي وصل شيرين إن الخناقة كانت على فلوسها مش عليها شخصيا، وإن أخوها كان بيشتغل معاها وما بيشتغلش معاها، وكل الكلام ده نشروه على الانترنت. وتابعت ابو القمصان الست اللي بتبقى تحت العنف المزدوج دي تعمل ايه؟ تعمل ايه لو هي شخصية قوية ومستقلة؟ تاخد خطوتين للوراء وتبعد الناس دي كلها عن حياتها، سواء عائلتها او جوزها، وتقف على رجليها وتستقل وتاخد قرارها لحياتها. وأضافت المحامية السؤال هنا، هل شيرين تقدر تعمل ده؟ الجواب لا. وهتضرب على ايدها يعني، هي الست كانت متطلقت ورجعت تاني عادي يعني. في الحقيقة شيرين بنت بسيطة خارجة من طبقة تعليمية واقتصادية بسيطة، فما عندهاش القوة النفسية انها تقدر تعمل الكلام ده. وتابعت ابو القمصان وفي حالة الخناقة مين ياخد الحتة الكبيرة ومين ياخد الحتة الصغيرة؟ الخناقة مش على شيرين نفسها، وده اللي حصل ليه انهم مش بيتخانقوا عليها، فهنا هي تعمل ايه؟ تبسط نفسها بالحته اللي تريحها. واكملت المحاميه، وانتم زعلانين ليه وعاملين وصايا عليها ليه؟ اصل خسرت اهلها، هو اهلها داعمين يعني، هم دول السند على حسب كلامهم هم، وهي مش وصل لها الكلام ده، هي وصل لها ان الخناقه على فلوسها مش عليها، ودي جارح جدا بالمناسبه. واضافت المحاميه، انتم بقى اصلقنا بنحبها. لا يا جماعه، محدش يمارس الوصايه، ودي مشكله المصريين انهم بيمارسوا الوصايه على كل اللي بنحبهم باسم الحب، سواء ابن او بنت او زوج او زوجه او غير. واضافت نهاد، شيرين واحده تعدت لأربعين سنة وتقدر تاخد قرارات وتتحمل نتيجتها، وكل اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر على دماغه، والناس لازم تتعود على كده ان اللي فوق سن 21 بالغة رشيدة تقدر تاخد قراراتها، ومحدش يجبر حد على حاجة. واخوها ضربها وودها المستشفى وخرجت، خسرته اكتر، وده اللي بيحصل وفي الحالة المتكررة طول الوقت. اصل احنا بنشتغل مع الحالات دي كتير قوي طول الوقت. كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب اعلنت مؤخرا عن عودتها الى الفنان حسام حبيب من جديد، مؤكدة كتبنا الكتاب النهاردة. ربنا يكرمهم. وبعدين انا برضو يا جماعة مش مع سرعة ان الواحدة تتطلق، تقول كلمة الطلاق دي سهلة، او مش عارف ايه الثقافة الجديدة اللي في مجتمعنا دي. الواحد كل يوم بيسمع عن حالات طلاق يعني تشيب لها الابدان يعني، زي ما بقول. يعني تحافظ على بيتها وتحاول تشوف تميل شويه، وراجل جوزها يميل شويه، وبتبقى الاطراف كلها مشتركه في المشكله. ربنا يهدي الناس ويهدي النفوس زي ما بقوله. ومن فضلك اللي ما اشتركش في القناه اشترك في القناه ويفعل الجرس، دعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا جزيلا لكم.